امرأة مقدسية تذوقت مرارة الاحتلال، هجرت من منزلها وفقدت أقرب الناس إلى قلبها، لكنها صامدة مرابطة تحافظ على إرث تاريخي في المدينة المقدسة. خلينا نشوف وين ومع مين راح نكون، تابعونا. معنا الحاجة مريم البنا، مواليد جورة العناب. اهلا وسهلا فيك خالتي، يعطيك الف عافيه. اهلا فيك يا حبيبتي، اهلا وسهلا. حاليا موجودين بجورة العناب. نعم. هون المكان اللي انت انولدتي فيه، عرفيني عن حالك واحكي لي عن طفولتك. هاي دار ابوي، حجار دار ابوي. انا من مواليد ال 38 وتهجرنا على الخليل، وبعد ما تهجرنا سمعنا انهم الدور انهدت كليتها. بعد سنه جينا على جابونا على حارة الشرف. الملك حسين بنى دور وسكنونا بحارة الشرف. بعديها بنوا دور في مخيم عناتة ونقلونا على مخيم عناتة. شايفه كيف؟ جيني وين كان البيت اليوم؟ هي البيت، هي شايف البيت وغير هذول الحجار كليتهم طبقين، شايفه علي؟ هون المكان اللي كان في البيت حاليا تحول لحجار لشجر زي ما احنا شايفين، ما في اي اثر للبيت. دار عمي ودار عمتي والعيال، عيال غربة كمان هون، عيال كتير كان فيها موجود، كل الدار كل هذه كلها 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 دور هدوها. يعني هقيت الحجار اللي بتشوفيها هدول الحجار هدول تبعون الدور، عملوها عملوا سناسل، يعني بنوا هيك حيطان فيهم. هلا انت جاي وحامله معك المفتاح، احكي لي عن المفتاح. هذا المفتاح بيعنيني، بذكرني في دار ابوي. جيت اورجي الحجار المفتاح انه احنا محافظين على المفتاح، وهي الحجار موجودين كمان تبعون الدار محطوطين. اشي بحصر القلب، وإن شاء الله يا رب بترجع الدنيا زي ما هي. على فكرة في طابة معانا للأرض. عالخيمة كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. عالخيمة كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا. نبني خيمة ونقعد، نقعد فيها أدي دار أهلي. خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وانت ليش عدتي هون؟ ليش ربيتي هون لما موت ولادتك؟ أنا بنت خمس سنوات. بتذكر يا حبيبة قلبي كيف كنا نلعب، كيف كنا نسوي البسكليت، عجل البسكليت حط فيه سلك ونركض انا واولاد عمي وبنت عمي، نركض داير بدور الدور. وبعدين في بيبقى للباز جنحان نحطه على الجبل، نسحبه ونحطه ونسحسل. يعني رغم صغر سنك بهذيك الفتره، عمرك خمس سنوات، بس ذاكرتك ما شاء الله الحمد لله كثير منيحه، متذكر التفاصيل حتى الالعاب اللي كنتوا تلعبوها. والله بقت امي تطبخ وتعجن وتعطينا بالصحون اكل برمضان، قلنا روحوا بدوا لدار عمك، روحوا بدوا لدار عمتك، روحوا بدي في شهر رمضان. ورق دوالي، طبيخ، خبز. تهجرتي بزمن النكبه لمدينه الخليل، بعدين رجعتوا على حاره الشرف، ومن هناك تزوجتي وسكنتي بسلوان. اي نعم. خلينا نشوف سلوان وارض سلوان، وكيف سكنك كان بسلوان، وكيف حافظتي على ارضك حتى بعد وفاه زوجك. خلينا نشوفه. يلا. Thank you.
إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى منزل الشهيد رمضان عاشور البنا، وتحديدا في بلدة سلوان مع زوجته الحاجة مريم البنا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. نعم، يعني نحن موجودين في بلدة سلوان، أول ما دخلنا المنزل شعرنا بنكهة الفلسطينية مع المشاهد اللي شفناها من التراث، حفاظك على التراث الفلسطيني. تذوقت مرارة النكبة الفلسطينية، وبعد ما تهجرت لمدينة الخليل رجعت لمدينة القدس وعشت بحارة الشرف. نعم. لحد ما تزوجتي وسكنتي في بلدة سلوان. نعم. تحكي لنا عن زواجك وكيف فقدتي أغلى شخص على قلبك. والله أنا زواجي كان صعب جدا جدا، يعني كان عمري بهذاك الوقت 13 سنة، أبوي بدوش يجوزني، ورحمة الحاج أجا من مصر بوقتها، تشردوا الإخوان المسلمين وكل واحد راح البلد، فهو أجا عند بنت عمه، وإحنا صار عرس عند بنت عمه، أخذتني أمي ورحنا، ولا بقولها لمين البنت هاي لبنت عمه، قالت له والله هذه كنت أحملها على إيداي وأنا ربيتها، إلا بقولها طب اسأل أهلها بيجوزوني شيئا، قلت له يا ابن عمي أنت جاي متجوز عندك ولدين وهذه طفلة وكيف بدها تاخدك؟ قالها بس حاولي. حاولت بالعافية أبوي ما قبلش، وراح جاب له كامل عرقات وجاب له الجيش الأردني وجهات ولهات وقام وحط لمنها ربنا سبحانه وتعالى اسمه. قال له أبوي هذه وحدانية بين إخوتها ستة، قال له بحطها بعيني بدير بالي عليها، بعاهدك بالله. صار النصيب فعلا، صار النصيب. شفت الولد الصغير كيف بدلليه، جبت ستة أولاد وهو بدلل فيه، جبت ثمانية أولاد وهو بدلل فيه. يعني الحمد لله كنت مبسوطة ومرتاحة بزواجك. بعدين أخذني على سويسرا، أخذني على نيجيريا، رحت على لاغوس، رحت فرنسا، رحت الكويت، رحت كندا، رحت سكنت بلبنان بشارع صبرا وشتيلا، جبت بنتي سهام هناك سكن، شغله يتنقل. سكنت في دمشق مع ام جهاد الله يرحم جوزها. يعني زواجك الحمد لله رب العالمين كان موفق، وكنت سعيده بحياتك. والله ولا عمره قال لي اسكتي يا بنت. بعدين انا صح مش قارئه ولا كاتبه، مع الهجره ومع هيك ومع تهجرنا، بس انا تعلمت منه، تعلمت يعني الحياه علمتني. قديش عشتي معه؟ ما فيش 15 سنه. 15 سنه لفيتي معه ثمانية اولاد، مجموعه دول انجبتي منه. ابو علي كان عمره عليهم. كان عمره 40 يوم لما انحبس. هذا مين؟ هذا علي. ومين تمين كمان؟ كامل. كيف حالكم؟ الحمد لله. علي وكامل هذول احفادك؟ هذول احفاد لسه كتار، يمكن بتعديهم 100 نفر، مع بنات بنتي ومع اولاد ابني ومع اولادهم. وصلنا هون، هذه ارض حديقه البيت. حديقه البيت هذه شراها الارض، اول شرى الارض زوجي، وبعدين بناها، قال بده يأمن الاولاد، بناها وانبسط، ما قعدش سنتين فيها، بس اكثر من سنتين ما قعد. يعني شايف شجر الليمون، شجر الزيتون، ريحه الميراميه، كلمنتينا هالقد كبيره حلوه من كالكيريا جابها. هذه هو شرى، وهذه بردقانه حلوه فرنسيه له، هاي كل ما تطلع منفرق عن روحه يعني لله تعالى. وهذا بردقان صغير، هذا انا زرعته. يا الله، يعني هون انت كمان حتى اللي هو بزرعهم لليوم محافظه على حتى للزراعه الشجر. وهي الليمونه هو شو اسمه زرعها، وهي الاسخرينيه انا زرعتها، الحمضيات كلها الحمضيات هو اللي زرعهم. خلينا ناخذ جوله بالارض ونتفرج على الاشجار اللي انت زرعتيها وكمان زوجك زرعها. تفضلي. اهلا وسهلا. تفضل.
يعني حتى حكيتي لي عشتي مع زوجك تقريبا ما يقارب ال 15 سنة. أقل حتى. سكنك هون في بلدة سلوان. نعم. لحد ما فقدتيه، احكي لنا عن لحظة فراقه. كنا ساكنين في حوش الشاي فدياء، شرى أرض هون من السلاونة من أبو أحمد، وبعديها بنى فيها، وكنا ساكنين تحت أول بالأجور، بعدين بناها وزرعها صجيرية وسكننا فيها، عاش هو فيها بس سنتين، بعديها كان هو مدير مكتب مؤتمر إسلامي باب الأقصى، فأجوا زي ما تقولي اعتقلوا مش من هون، راح يزور أخته على غزة وأخذوه من غاد هو وجماعة ودوه على سجن غزة، من سجن غزة جابوه على الرملة، رحنا حضرنا المحكمة فحكموه في هذاك الوقت مؤبد، وظل المحامي يهودي حطيت له بعت أساوري وبعت الذهب وأعطي المحامي من شان ينزل 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 لأربع سنوات. الصليب الأحمر أجا يخبرني بعد الأربع سنوات إنه بده يطلع يوم خميس، أجا واحد ضابط عراقي قاعد بس استجار وله بقولوا لي تعالي بده واحد إياكي، وقتين في حلق ألماز كان شاري لي إياه من سويسرا نزل، قلت يا لطيف يا لطيف يا لطيف وحياة الله، لما أنه بدأ ضاع الحلق أجا أخوي يدور عليه ما لقاهوش، فأنا طلعت له وله بقول له إيش مالك؟ إلا بقول لي رحمة الحاج مات، بقول له كيف مات؟ أنا يوم التنين بقيت عنده تستني رحلة الإفراج عنه؟ وبده ينفرج عنه، قال نتقدم ومات، قلت له لا ما نتقدم ولا في شيء، هو الحاج أنتو ضربتوه، قال كيف عرفتي؟ قلت له أنا إحساسي إنه ضربتوه وقتلتوه وحطتوه بغرفة فيها أكسجين، هيك عديتي يعني فيها أكسجين وانخنق من الأكسجين، هذا اللي حكيته. بعد ناشي يوم سبت استشهد هو يوم تنين، يوم سبت في جم... يعني قبل يومين من استشهاده شايفتيه بصحته وصحة وعافية كانت ولا إشي فيه، حتى طلب كامل يعني كان صغير كامل بالكفلية، قال لي قلت له مرتي الجاي أنا بجيب لك إياه، كنت أروح بطلبات وأجي بطلبات، مرات في الصليب الأحمر مرات بطلبات، يعني ما تعبت شتاء صيف. وعندك 8 أطفال؟ وعندي أطفال كنت أتركهم عند أختهم 10 سنين عمرها وأحملهم أخذهم عنده يشوفهم، كنت أخبي له القهوة بعبي، أخبي الفلفل كباب أطعمية أفعالك كانت كبيرة يعني رغم عمرك الصغير بنشوف الأفعال قديش حبك لزوجك وإخلاصك إله، حتى البيت كتير جميل، إيش برأيك سر جماله؟ سر جماله هذا البيت حلو الأقصى، قومي أفرجيك إياه يلا متشوقة كتير أشوف. جمال الدار هاي بالأقصى بحجار الأقصى، يعني هذا البيت الأقرب على المسجد الأقصى من الجهة الجنوبية، ما فيش 10 دقايق بتكوني بالأقصى يا مسؤول الله. دايما بيحكوا إنه سلوان هي الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى طبعاً. أنا اليوم شفت هذه الحامية الجنوبية طبعاً. من أول بيت شفت قديش أنت محافظة على تراث بيتك على أرضك. الحمد لله رب العالمين، لو يدفعون ملايين الملايين ما تفرطش قلت لك بحجر هالقد. كنا كلمة أخيرة، قديش بعز عليكي هذا البيت وقديش أنت صامدة مدينة القدس ثابتة فيه؟ هذا بعز علي البيت باستشهاد صاحبه، باستشهاد اللي تعب في بناه، باستشهاد اللي كان من عرق جبينه شرى الأرض وبناها، باستشهاده عذبوه قصروه
خلعوا أظافره، خلعوا حواجبه، خلعوا أظافر إجريه، جابوه على الدار هون يفتشوا الدار، حوالي 30 جندي يفتشوا الدار ما لقوش إشي، دمه على أجريه، حالته بالويل. وربنا يجمع الإسلام كلها في الأقصى يا الله. خدني شايفة هون حفريات، رغم انه يعني بالقرب من سور القدس شايفة علامة إسرائيلية، ايش بصير هون؟ والله احنا في غصة في قلبنا، لانهم بيفحروا كل يوم فحر فحر، بيعبوا الحجار بالتراب، بيعبوا التراب، السور تحت فلع، الشارع فلع من كتر ما بيفحروا بحريات، تحت بين دور وبين بيار وبفحروا، إلهم أكم سنة وسنة بفحروا فيها يا بناتي. ما نسينا طريق الدار ولا بين الخالق جبنا، طارقنا بلدنا الدار وكبرنا وشيدنا، ما نسينا طريق الدار ولا بين الخالق جبنا، بدمع الشوق والتذكار راسلنا حبايبنا وأسامينا بتضلنا.